السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا الليسن العاشر من في كتاب النشاط. طبعا هذه يعني الستوري تايم، تايتل اسمها الكاركترز، الشخصيات اللي صارت، عن ماذا تتحدث إذا أنت حبيت أو ما حبيت تكتب، وين يو ويرز والكلمات الجديدة. هذه كومبليت ذا سنتنس، اكمل الجمل واستخدم الكلمات في البوكس. اوفر بارود وتولد، ترجمتها موجودة. بوب بارود كلوز فروم ذا اذر بويز. بوب استعار الملابس من الأولاد الآخرين. رود told بوب، رود أخبر بوب أن باسم to make scrambled eggs، أن يسوي بيض مخفوق. أوكي أخبرهم. هانز offered to carry the eggs، هانز عرض أن يحمل البيض. انتقل للصفحة الأخرى extra activities. يقول لي correct this paragraph and make it better by joining sentence by using punctuation marks. صحح الباراجراف فقرة واجعلها أفضل عن طريق ربط الجمل باستخدام علامات الترقيم. هذه أعزائي هذه اللي موجودة، شوف هنا اللي صار، حسناها وعدلناها. هنا يقول خالد، خالد was watching TV when the phone rang. هذه الجملة بعد ما بيها شيء. It was for his mother، ما عدنا شيء. I'll take it in the kitchen she said. شوف هذه هاي خليناها، شوف هاي علامات الترقيم هنا خليناها. she said هي قالت، شوف هذه. take care of your brother ايضا مقولة. I will انا سوف افعل. اعتني باخوك انا سوف افعل. he answered هو اجاب. 5 minutes later بعد 5 دقائق. خالد looked for his brother، بحث عن اخيه. but he wasn't there، لكنه لم يكن هناك. خالد ran into the garden، ذهب الى الحديقة. and saw his brother up a tree، ورأى اخوه up a tree فوق الشجرة. stay here ابقى هناك. he shouted هو صرخ. don't move لا تتحرك، شفاي علامات الترقيم هنا. then his brother fell، ثم اخوه وقع. خالد ran over، خالد ركض. but his brother was lying on the ground، لكن أخوه كان مرمي على الأرض. he was crying كان يبكي. but he wasn't hurt لكنه لم يؤذى. he was just frightened هو كان فقط خائف. هذه أعزائي حليناها من خلال أدوات الربط يعني البونكتويشن اللي صارت هنا. شوف تقدر تقارن ما بين هذا الجواب، هذا الجواب اللي موجود هنا، وهذا اللي صار. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.